رجعنا لكم تاني ومكملين معاكم في فقرتنا المميزه اللي بتحبوها واللي انا وعبير كمان بتحبها جدا، فقره المطبخ. بنرحب بالشيف القمر اللي منورانا النهارده. ميرسي يا حبيبي. ازيك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ميرسي، سعيده جدا ان انا معاكي النهارده. طب وترحبي معايا بالشيف عبير. حبيبه قلبي الشيف عبير. استاذ عبير ربنا يبارك. بقى انت قلتي عامله لنا فراخ النهارده. ان شاء الله هنعمل النهارده فراخ ستريبس ورز ريزو بامر الله. تمام. هنبدا بايه؟ هنبدا نتبل الفراخ الستريبس ان شاء الله. و معايا تتبيله بقى. بدايه الفراخ لازم تكون صدور مخليه ويكون بالشكل دوت، يعني مش متقطعه خالص، لان احنا لازم نقطعها شرايح بالطول. يعني بالشكل ده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا هقطعها بالشكل دوت بحيث ان تبقى بالطول، مش زي الفيليه اللي هي معموله بالعرض كده. فدي بتبقى خفيفه، مجال الصيف بيبقى واسع، الاطفال، رحلات، النادي، تنفع سندوتشات، تنفع مع الرز في البيت بسمتي او رز عادي، بتبقى وجبه خفيفه وسريعه في نفس الوقت. تمام. ان هم العيال كمان بيحبوها. حاجات خفيفه دي حتى لو هم بياكلوها كده ملوش مل الاكل، فبتبقى حاجه بسيطه معاهم. فبسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده بنقطعها شرايح طويله كده. انت بتقطعيه ولا ممكن من عند بتاع الفراخ تقولي له قطعها لي؟ مفيش مشاكل، بتاع الفراخ يقطعها لك. وانت حضرتك بتجهزي الفراخ بتاعتك، قولي له قطع لي الصدور مخليه ستريبس. هم اكيد الفرارجيه بيبقوا عارفين. لا عارفين ما شاء الله كل حاجه دلوقتي. بيقطعوا يعني انت تقولي عايزه كذا يعملوا لك كذا. يعني بيعملوا حمام كداب، اعملوا صدور، اعمل اللي حضرتك بتحبيه او البيت بيحتاجه ايه. بالشكل ده حضرتك الشريحة بتبقى طويلة وبتبقى يعني مع الآلية بتكبر أكتر من كده. طيب يعني احنا أصلا بنتبلها بقى الأول ولا بنعمل إيه؟ لا هي ما بتتبلش، هي بتفضل كده، هي هتنزل في التتبيل على طول. التتبيلة عبارة عن إيه؟ التتبيلة عبارة عن إيه؟ هنقول دلوقتي التتبيلة بتاعتنا بيبقى مقدار من الدقيق، مقدار من الدقيق، وبنحط عليه نشا وقيمة معلقتين نشا كده بالظبط. ونبدا نجيب التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا اللي هي ربنا يبارك لك يا حبيبتي، اللي هي بابريكا، كركم، كاري، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، ودي حاجه بسيطه من الحبهان. يعني الحبهان مطحون. مطحون. مش المفروض ان نحط كميات كبيره لان هو عشان ما نفاذ الطعم. هو نفاذ، مش هناخد كل الكميه دي. مش عليها هتحطي زعتر؟ لا مش هحط زعتر عليها لان هي مش الزعتر الافضل ليه مع المشاوي. مش مع القليه. طيب. بنقلبها كلها كده مع بعض. دي من غير ملح على فكره. وهنبدا نحط اكتر من تلتين المقدار. هنخلي المقدار الباقي وهنكمله مع الرز. نبدا نقلبه كده، نحط مقدار الملح بتاعنا. مش هتملحيها برضو جامد؟ ما انت متبله دي ولا دي من غير تتبيله؟ لا دي من غير تتبيله، هي المفروض التتبيله غسلت وبس. اتغسلت وزي ما حضرتك شايفه. التتبيله هي في الخلطه. حلو حلو. تمام. وبعدين بقى نعمل ايه؟ نبدا نقسم الدقيق. حلو كده. ونجيب الميه بتاعتنا، نعمل دي عجينه زي عجينه البنكيك. لا هي تقيله ولا هي خفيفه، زي كانك عامله كيكه بالظبط في البيت. عشان ما ريحه التوابل تحفه حبيبتي. والله العظيم حلوه قوي، ريحتها جميله. اصلا انا من محبي الكركم والكاري جدا. اصلا كل التوابل دي صحيه، ان يعني تساعد على الحرق. تساعد على الحرق كمان. حلو قوي. الكركم مفيد للذاكره. للذاكره وللبشره، مفيد جدا للبشره. لا لو كان مفيد للذاكره مش مأثر معايا خالص. لا الموضوع دلوقتي لسه فاق الكركم خلاص. هو عدى الكركم خلاص. شوفي حضرتك. بنخليها بالقوام ده. ورينا تاني، اعملي كده تاني، نشوف القوام كده تاني. اوكي. زي الكيكه بالظبط، كانك بتعملي كيك. القوام بتاع لا هو تقيل ولا هو خفيف. تمام. تمام. ونبتدي بقى ندخل فيه الاجزاء بتاعت الفراخ دي، مش كده؟ بالظبط كده. بنبدا ناخد، نقول بسم الله، وناخد جزء كده بينزل في التتبيله. طبعا التتبيله مملحه ومظبوط كل التوابل بتاعتها، فبالطبيعي ان هي بتشرب منها من التوابل دي. ونبدا نطلع من التتبيله بتاعتنا، بننزل على
على الدقيق بقى اللي احنا حاطين نص هنا. ايوه. من هنا بقى لا استخدمنا بيض ولا لبن ولا حاجه. لا خالص. لا خالص. قولي طب وانت بتعملي كده وبتحطي الميه ما يكلكعش؟ لا ما يكلكعش مع حضرتك، هو عاملاه بالشوكه حتى مش آه. مش من اللي هو مش اللي هي الدقيق مع الميه يعني. لا 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 ما هي وعامل زي الكريب كده، ما انت عملت الكريب بتعمليها كده. اه شوفي مفيش كلكع. حلوه. ولو في مضرب سلك هيبقى ايه؟ ايوه ايوه طيب هنعمل بقى كده، اعملي لنا واحدتين ثلاثه، اجيب لك طبق. استنى اتفضلي. تمام اهيت متبله، وما تقلقيش خالص من الكلكعه بتاعت الدقيق دي مع القليه، هي دي اللي بتدي بتدي منظر جميل جدا في القليه. هي دي اللي بتعمل القرمشه. دي اللي بتعمل القرمشه، ما بتنزل مع الزيت الدقيق مع معلقه النشا اللي موجود عليه تدي قرمشه معاها. يعني حضرتك هتدوقي ان شاء الله دلوقتي ويعجبك. تسلم ايديك. ميرسي يا حبيبتي. والله اكله بسيطه وسهله وخفيفه وسريعه، ما خدتش وقت. وتلاقي الولاد كمان في المصيف تحديدا يا عبير مش عايزين يقعدوا ياكلوا اكل، عايزين حاجات كده هم على البسين مش عارفه ايه كده، بالكاتشب بالبطاطس بتبقى سهله بالنسبه لهم. ورايحين النادي او سندوتشات، او رايح النادي سريع كده عايز ساندوتش معاه مع كابتشو مع خيار مع كده، الدنيا بتمشي تمام. بننزلها برضو لازم بقى دي في زيت زيت غزير ونار متوسطه. طيب حلو قوي ده كده الطريقه بتاعتها، واحنا هنعملها بالشكل ده وتطلع بقى بالشكل اللي منال هتجيبه لنا ده باذن الله. عمايل ايديا. يا ريت اهو ده شكلها. بصي بقى القرمشه بتاعتها دي شكلها حلو قوي. افتحي واحده قطعي واحده وشوفي الطريه من جوه ازاي ومقرمشه من بره. طيب احنا هنعمل حاجه تاني. ان شاء الله هنعمل رز بيزو حالا. طب يلا عشان الوقت. لا بس هي فعلا جميله ومغذيه. طب قولي لنا الرز بقى كده سريعا. الرز سريعا ان شاء الله هنعمل الرز المصري العادي، بصلايه مفرومه، مكعب مرقه، نفس التوابل اللي حطيناها هنا بس بكميه اقل طبعا. احنا حطينا ثلاث ارباع وملح وورق لورا. بنبدا نحط الحل على النار. هنعمل الرز العادي المصري بتاعنا صح؟ بس هو معمول بالبصل، بس بالبصله والتوابل. نعلمك بقى بالبصله بيبقى طعمه حلو قوي. فعلا. بسم الله. بنحط البصله معاها المرقه على طول. اما المرقه بتتشوح مع البصله بتدي طعم حلو. انت بتشوحي البصله الاول. اوكي. معاها المرقه مجرد ما بتدي لون شفاف معانا بتنزلي بالتوابل، بتنزلي بالملح، بالورق اللورة. والرز طبعا الستات بتوعنا المصريين شاطرين طبعا وعارفين مقدار الماء اللي بيتحط للرز. ده رز ما بيتغسلش، لو هو رز ما بيتغسلش الرزايه صحيحه زي كده. بنحط للكوبايه الرز كوبايه ميه او كوبايه وربع على حسب ال تبقى على وشها كده. انا اتعلمت مقدار سنتي ونص 2 سنتي كده تمام. لا اصلا انا قعدت كتير عشان اتعلم مقدار الميه ده. حاولت كل الطرق. طيب هات لنا بقى الرز. يعني هاتي بس هي تكمل تقول احنا هنعمل ايه بس الحته دي واحنا نجيب الرز بقى. استعجل عليك. مش انا المستعجله، هو وقت. والرز اللي بالكركم والكاري ده بيبقى طعمه فظيع. تاخد تشويحه بس مع البصله. وفي ناس تفضل يعملوه بالرز المصري والبسمتي. في ناس بتحب البسمتي. في ناس بتحب البسمتي بس هو البسمتي مع الرز الريزو يبقى طعمه الافضل ليه اللي هو المصري. انت كمان هتعمليه ريزو عشان انت عامله الفراخ دي بتتحط عليه من فوق كده بيبقى طعمها جميل قوي. ايوه يا حبيبتي. ماشي. احنا بعد ما نعمل البصلية ندبلها كده سنه يا دوبك تبقى شفافه بس شويه. ريحه التوابل يا عبير حلوه قوي. فايتك انت النهارده تقفي هنا جوه البوتاجاز. جوه البوتاجاز المره الجايه بالشكل ده. هننزل بملح ورق لورا. اتفضلي. اهلا اهلا. تشويحه صغيره. طيب ونحط بقى الميه. وخلينا نقول برضو المعلومه اللي بناكد عليها لبناتنا الحلوين اللي بيتعلموا الطبخ يعني جديد.
ان الرز يفضل انك تحطي الميه مغليه مش ميه بارده طبعا عشان الرز ما يعجنش لان هو بياخد وقت على ما الميه تغلي فبالتالي من تحت غلي اكتر من فوق ففوق بيبقى ناشف الميه لما بتبقى سخنه بتخلي الرز ما يعجنش وبيكون احلى البصله اتشوحت شويه هتنزلي بالرز شمتها وخد اللون بقى ونحط بقى الميه امسكي خلاص يطلع لنا في الاخير الرز معانا كده تسلم ايديكي انا بشكرك جدا جدا يا شيف نورتينا واسعدتينا ودايما كده بتعملي لنا اكلات حلوه وانت معانا ميرسي ليكي كنت دخلتوني معاكم البرنامج يا استاذ عبير ان انا معاكي في المطبخ صراحه نورتينا وان شاء الله دايما معانا في حلقات تانية باذن الله ان شاء الله رب العالمين على الاكل الجميل مشاهدينا يا رب تكون حلقتنا عجبتكم وفقراتنا كلها وان شاء الله استنونا في حلقه جديده نتكلمها معاكم